العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين والحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936 كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. أحبائي النهاردة عايز أتكلم معاكم في موضوع إزاي تكون حياتي كلها لربنا، يعني إزاي أكرس حياتي ووقتي وفلوسي وكل إمكانيات ربنا. تفتكروا معايا كان مرة واحد ناموسي راح للسيد المسيح له كل المجد وقال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ أعمل إيه يا رب؟ فكانت إجابة السيد المسيح في لوقا 10:27 قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. يا ترى ده امتلاك يعني ربنا امتلكنا؟ في الحقيقة لا، لأنه ربنا خلقنا أحرار، وربنا ما كانش هدفه من خلقتنا إنه يستعبدنا، لا ده بالعكس، ده يقول في يوحنا 13 أحبهم إلى المنتهى اللي هو أنا وإنتم. يقول في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح 8:32 الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. في الحقيقة هو اقتناع شخصي، لو كل واحد فينا اقتنع إنه كل اللي عندي وفي حياتي دي عطية من عند ربنا، ساعتها هيكون رد فعلي وقوله إيه؟ كل اللي عندي ليك يا رب، كل اللي أملكه ليك يا رب. يعني معقولة يا أحبائي ربنا يقول لنا وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا؟ يعني ربنا بيقول لي وبيقول لك أنا لك أنا لكم، وإحنا مش عارفين نعيش ونقول أنا لك يا سيد. عشان كده خلونا ناخد خطوات عملية، كيف أكون كل ربنا؟ أول حاجة قلبي هو المفتاح، هو اللي هيوجه توجهاتي وأفكاري وتصرفاتي. عشان كده يقول في سفر الأمثال أصحاح 23:26 يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. أول ما القلب كله يملك عليه ربنا تبص تلاقوا كل حاجة بقى، كل قراراتي مشيت في هذا الاتجاه، في معية الله، في مشيئة الله، في محبة الله. عشان كده حط قلبك كله قدام ربنا وقول له أنا هديك قلبي يا رب وانت هتكمل الباقي. لكن تعالوا كده نشوف السؤال، هل يعني أنا لازم أتفرغ علشان تكون حياتي كلها لله؟ يعني مثلا ناخد شخصية زي داود النبي كان ملك وكان نبي وكان رب أسرة وكان رجل حرب، كل واحدة من دول كل وظيفة من دول في الحقيقة عايزة تفرغ. ولكن داود النبي قال إيه؟ وهو ده اللي عايزين نتعلمه مع بعض النهاردة. جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أنا هحط كل إمكانياتي في إيدين ربنا وهكل ما أحتاج في إيدين ربنا وهو هيكمل. التكريس والتفرغ الكامل مدعو ليه بعض الأفراد، لكن كل إنسان نزل جرن المعمودية جحد الشيطان وأعلن إنه هو هيمشي ورا المسيح. التكريس يا أحبائي حياة وأسلوب مش شكل. المتبتل يعيش حياة التكريس، المتزوج يعيش حياة التكريس، زي ما بيقول في سفر النشيد أنا لحبيبي وحبيبي ليا. ادي قلبك لربنا وهتبص تلاقي حياتك كلها وقراراتك كلها ماشية في معية الله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. كل
كل سنة وانت طيبة يا كنيستنا، 50 سنة كنيسة القديسين سلم السماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. 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 المجد الآب والإبن والروح القدس الآن والأواد والدارتين أمين. أنا إسحاق توفيق أنيس، خادم بكنيسة القديسين. بدأت الخدمة في كنيسة القديسين في أواخر السبعينات، تلمست على إيد أبونا مقار وأبونا مصعيل، وبهذه المناسبة أقدم لأبائي المباركين التهنئة بمناسبة العيد الذهبي للكنيسة، واتمنى لهم كل خير وكل بركه وكل صحه، وربنا يديم كهنوتهم سنين طويله وازمنه سالمه. اتلبست على ايد ابونا مقار وابونا مصعيل، وتعلمت منهم فضائل كثيره، تعلمت منهم الاحتمال والصبر وانكار الذات والمحبه وعدم الادانه الى اخره. واشكر ان من قدمني للخدمه لابائي المباركين الاستاذ ويليام الله يرحمه، كان ماسك الخدمة التعليمية في الوقت ده. وأول أسرة خدمت فيها كانت أسرة مريمينا وبابا كرومز في ابتدائي، وكنا 4 بنخدم في هذه الأسرة، أنا والأستاذ يوسف واصف الله يرحمه، وأبونا برقص كان اسمه هاني ونيس ساعتها، والأستاذ ساجي اللي بقى دلوقتي أبونا شنودة في انجلترا. احنا كنا 4 ماسكين الخدمة في أسرة مريمينا وبابا كرومز، وكان عندنا كل يوم خميس حاجة مقدسة للافتقاد، لازم كل يوم خميس من غير ما حد يقول لحد كنا نيجي نتقابل في الكنيسة نصلي، وبعدين نطلع نفتقد ولادنا ونديهم هدايا ونحببهم في الكنيسة ونشوف اللي مجاش ليه ونعمل ايه ونخلى الى اخره. كنا بنسأل عليهم وعلى احوالهم وعلى مذاكرتهم وعلى اسرتهم وعلى احتياجاتهم ونشوف مجاش ليه واسبابهم ايه. انا كنت بنزل مع الاستاذ يوسف واصف، وابونا مرقص تقريبا كان بينزل مع ابونا شنوده اللي هو الاستاذ سيدي. الاسره دي اتفضلنا معاها من ابتدائي لغايه لما طلعت شباب ابتدائي واعدادي وثانوي. طبعا انا مش فاكر الكلام ده من سنين طويله، مش فاكر اسامي الناس اللي طلعوا، بس اذكر منهم كده شويه. يعني مثلا اذكر الدكتور سمير سامي، دكتور مينا صابر، مهندس مينا اسحاق، اسامه امين، مهندس سامح راشد، دكتور البرت ابراهيم، دكتور ايمن نعمان، اسماء نادى الناجي، مهندس ايهاب زكريا، يعني اسامي كتير الحقيقه مش فاكر، يعني مش فاكر الحبه دول. بس كانت فتره بقى التسعينات والثمانينات من اقصر الفترات اللي الحقيقه خدمنا فيها، كنا تقريبا بنقعد في الكنيسه فترات طويله جدا جدا. الفتره دي اسسنا فريق المسرح، كنا اول مره نقدم مسرحيات الكنيسه. طبعا الكنيسه كانت مش مسرح زي دلوقتي، ولكن كان عندنا مسرح بنعمله في الحوش بالخشب كده ونقدم عليه مسرحيات، وكنا بنشترك في المسابقات المسرحيه اللي بتنظمها كنيسه مارينينا فليمنج، او اللي كانت بتنظمها جمعيه الشبان المسيحيه باعتباري احد المسؤولين في جمعيه الشبان المسيحيه. اتذكر بعض المسرحيات، ولولا المسرحيات دي اصولها موجوده عند الاستاذ بلال نسيم. قدمنا مسرحيه سندوره، ضحايا ميرون، مارجنجس، غنوه، الغربه، الى اخره، مسرحيات كثيره جدا، ضحايا ميرون برضه منها. كل سنه كنا بنقدم مسرحيه، كل سنه في اعياد الشهداء كنا بنقدم مسرحيه سواء هنا او هنا او هنا. كان من ضمن المشرفين على الحاجات المسرحيه دي كان عندنا الشهيد سمير الله يرحمه، وكان عندنا تصوري ايمان براكو، كان عندنا الاستاذ يوسف حنا الهاجر دلوقتي، الاستاذ بلال نسيم موجود وعدى كل اصول المسرحيات دي والتسلسل اللي اخذناها ونحتفظ بيها. كان عندنا الاستاذ ايهاب ويليام، طبعا كان بيقوم بالتمثيل في الموضوع ده الاولاد والبنات بتوع الكنيسه. كان من اهم الاعمال اللي شاركنا فيها، وده كانت يعني نقطه مضيئه في الكنيسه، ان احنا كنا بننظم مهرجان الشباب على مستوى الاسكندريه كلها لجميع كنائس اسكندريه، باعتبار ان ابونا مقار هو كان امين الشباب في اسكندريه كلها. وكنا بننظم مهرجان الشباب في كنيسه السموحه كل سنه،
في كافة المسابقات الروحية، في التسبيح، في الألحان، في الموسيقية، في النشاط الرياضي، في النشاط الثقافي، في المسرح، في العزف، في الشعر، في كل أنواع الأنشطة كنا بنقدم الحاجات دي كلها. كنا عاملين فريق عمل من شباب الكنيسة وشبابه كان بيشترك في هذا العمل التنظيم بس، أكثر من 100 ولد وبنت من الشباب. كان فريق عمل ضخم ضخم ضخم، كان عمل كبير. كنا بنطبع كتيب بنكتب فيه أسماء الكنائس المشتركة وإيه البرنامج وإيه اللي. كنا بناخد إعلانات من الشركات عشان نمول حاجة. وحبينا نعمل بقى في المهرجان ده يعني حاجات مبتكرة علشان نحبب الناس في المهرجان. كنا بنعمل طابور افتتاح لجميع الفرق المشتركة، كل كنيسة تيجي بزي معين وتمسك العمل بتاع شفيع كنيستها وتخش طابور العرض. طبعاً كنا طبعاً جايبين طابور العرض، جايبين بنات صغيرين وأولاد الابتدائي، كنا مدربينهم ازاي يلفوا في الملعب بتاع كنيسة سموحة، كانوا بيقفوا قدام كل كنيسة ويلفوا هم وكنيسة كل شباب على أقدام الموسيقى. وكنت مكلف بالموسيقى دي فنان كويس كان اسمه مينا بخاين، هو دلوقتي فنان كبير جدا في سويسرا تقريبا في النمسا، يطلع صوره على الاعلانات وحاجات، جميل جدا جدا جدا. ولا جانب طابور العرض ده كنا بنعمل بقى طبعا المسابقات الروحيه، كنا بننظمها في اماكن معينه بتواريخ معينه بكنائس معينه بجداول، والنشاط الرياضي كذلك والنشاط الثقافي كذلك. وكنا بنعمل ندوات للشباب والشباب اللي في الفرق اللي عايزين يناقشوا الموضوعات اللي تعجبهم، وكنا بنعمل استبيان نشوفوا العيوب ايه في اخر المهرجان، ايه اللي عجبهم ايه اللي ما عجبهمش عشان السنه اللي بعدها نحسن من اوضاعنا اذا كنا اخطانا في شيء او حاجه. تقريبا كده كنا بنعمل كل الحاجات دي، كنا بنطبخ كتير. قلنا كل كنيسه كانت بتساعد في المهرجان ده الحقيقه، وكان بيحكم قدام الكنيسه الكبار اللي هنا عندنا، كانوا بيحكموا كل المسابقات اللي كنا بنعملها. وكان في اخر المهرجان يجي نيافه الانبا موسى، هو اللي كان بيوزع الجوائز دي على الناس اللي كسبانين، وكنا بنحط فيها بعض الناس اللي قالوا اتصالات حلوه كانوا بيقولوها والى اخره. طبعا ابونا مقارب المصري كان بيحضر كل فعاليات هذا المهرجان. كمان كنيسه نظمت في اجازه نص السنه نظمت مهرجان بكنايس الممتازه لاولاد ابتدائي واعدادي، لان ما كانوش بيشتركوا في المهرجان الكبير اللي كنا بنعمله للشباب. عملنا مهرجان ابتدائي واعدادي لكنايس الممتازه، طبعا عملوا برضه كتيب صغير كده نشره، وعملنا له مسابقات برضه في النواحي الروحيه والثقافيه والشعر. كنا بنبني المواهب يعني، كنا عايزين اولادنا يبقى شخصيات ويبقى شخصيات قياديه، يبقى يقوم ويقف ومحدش يتكسر من حاجه، ويقدر يقوم ويتكلم ويناقش. نظمنا كمان ندوات كتيره للشباب والثانوي والاولياء الامور. مثلا افتكر ان احنا نظمنا ندوه عن الفجوه بين الاجيال، نظمنا ندوه عن مرحله الطفوله وازاي نتعامل معاها، واستضافنا فيها الكاتب الكبير يعقوب الشارولي، جبناه هنا ونتكلم في الكنيسه ونتكلم عن الموضوع ده. احنا جايب طبعا ندوات مختلفه. كمان نظمنا لاول مره كنا ننتظم ندوات موسيقيات شعريه للشباب، الشباب الكبار الناس الاولاد اللي عندهم مواهب في الحاجات دي كانوا يقولوا القصائد اللي هم كاتبينها على الموسيقى اللي كانوا بيعزفوا بيعملوا من الشباب برضه الشباب. كنا بندي فرصه لكل الاولاد يطلعوا اللي عندهم. طبعا كنا بنعمل برضه لما كانت الحوش ده كان فيه بيرسموا شبكه للكره الطايره، كنا بنعمل مسابقات للفرق، كنا بنقسم الشباب دول فرق يعملوا دورات في الكره الطايره. بس قبل ما يعملوا الدورات كنا بنعمل مسابقه روحيه، نعملوا ترابيزات في الحوش وبعدها كل فريق خمسه سته كده نعملوا مسابقات روحيه ونضيف الدرجه بتاعت المسابقات الروحيه دي للنتائج الدوره الرياضيه اللي بنعملها. وكان حسابنا مقرف فرحان جدا بالموضوع ده، وكان مبسوط ان هو يمسك النشاط الروحي مع النشاط الرياضي، وده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين اي حد لسه ينمو في ايه؟ ينمو في الروح والعقل والجسم، ينمو الثلاث حاجات، مش في حاجه على حساب حاجه، ما نطلعش بلادنا جميل في حاجه معينه جسمهم كبير وما فيش فيها حاجه. يعني لازم تكون في توازن بين الحاجات دي. كانت الكنيسه برضه في الوقت ده بتلتزم حفلات صبر بكل الاعمار، مسابقات روحيه، مسابقات ترفيهيه، بتدي جوائز الى اخره. كانت الكنيسه بتنظم مسابقات في الهوايات زي معارض الفنون التشكيليه، الناس اللي بتحب ترسم، الناس اللي بتحب تعمل، كنا بنعمل لهم معارض.
كانت هناك رحلات منتظمه للشباب والشابات مقدوره كبيره وبعيده وروتلات روتلات في البيت بتاعنا القديم. كنا بنعمل رحلات للعائلات، كنا بنختار العائله المثاليه وكنا بندي جوائز الى اخره. نسيت اول حاجه كمان ان في مدارس الاحد لما كنا ماسكين ابتدائي كنا بنعمل حفله كل سنه في ختام النشاط الصيفي. كان الباب بيقدمه بيخش كل اسره لوحدها لابسين كويس، وكان كل واحد بيلبس نفسه تلبيس من القديسين ويرسموا وشه ويلبسوا، وكنا بنجيبوا ناس ترسم الوشاش وترسم الحاجات دي كلها، ناس متخصصه يعني. وكان ابونا اقرب من المصريين بيحضروا الحاجات دي، كانوا فرحانين بيها جدا. والولاد كانوا مرتبطين بالكنيسه مرتبطين بالقديسين. لما كنا بنعمل رحلات فوتلات للاسر كنا بنطلع اسره مصريه. اعتقد يعني ما كانش الحظ يكوني ان طلعنا اسره الاستاذ رضا الله يرحمه، كانت الاسره المثاليه في اخر رحله طلعتها في ابو تلات. كان الاستاذ رضا من الناس المحبوبين جدا جدا. وكنا بنشارك في الحالات اللي كنا بنعملها للاولاد بتوع مدارس الاحد سواء ابتدائي او اعدادي او ثانوي، كنا بنديلهم مسؤوليات، كنا بنخليهم يشتركوا في المطبخ، يساعدوا في التنظيم والاكل، يساعدوا في اعداد الشغل، يساعدوا في البرنامج، يساعدوا في كل حاجه علشان يطلعوا واخدين على ازاي يتحملوا المسؤوليه وازاي يبقوا مسؤوليات ويعملوها ما يهربوش منها ولا كده ولا كده. لان الامين في الطريق امين في الكثير. اتذكر في الفخر برضه استاذ خدمت معاهم كتير زي الاستاذ يونان الله يرحمه، زي العميد ابراهيم تعلمت منهم كتير جدا جدا، زي الاستاذ يونيا، زي الاستاذ حلمي، كل الناس اللي تعلمت منها حاجات كتيره ما كنتش عارفها.